استحقها صراحة يستحق اللقب، وأنا من هنا بهني صراحة محبي ومشجعي ريال مدريد على هذا الإنجاز صراحة. 14 بطولة في القارة العجوز، رقم صراحة لا يستهان به. وانت زي ما بديت انه الرقم يخلف المعدود، فهو خلف جميع الأندية الأوروبية في الفوز بكمية دوري أبطال أوروبا، وصلت إلى 14 بطولة، هذا رقم كبير جدا. أنا من هنا صراحة بحي إدارة ومحبي المرة الثانية ريال مدريد بهذا المجهود. أنا بقول إنه ريال مدريد يستحق اللقب عن امتياز، لما لا؟ لأنه أخرج بي إس جي في طريقه، أخرج تشيلسي في طريقه، أخرج مانشستر سيتي في فريقه، أخرج ليفربول وفاز باللقب. لو جينا شفنا أكبر فريقين في الدوري الإنجليزي متنافسين أخرجهم وفاز عليهم، وأخرج بطل الدوري الفرنسي وأخرج تشيلسي صراحة. يعني لو جينا عين المنظومة طريق مفروش بالشوك زي ما يعني صراحة بالتأكيد. أنا حاجيك